أسماء، أهلا وسهلا. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. عايزه اسال بس فضيله الشيخ في حاجه، معلش انا بقالي كتير عايزه اوصل لكم بس مش عارفه والله. اتفضلي يا فندم، تحت أمرك. بقول لحضرتك معلش، يعني انا بصراحه متعبانه قوي، عايزه حضرتك يعني تقول لي اعمل ايه. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا مطلقه بقالي 4 شهور ومعايا جوز صبيان، ومعلش يعني متلخبطه شويه، وجوزي ده بيشرب ومش مظبوط خالص يعني، وكان بيروح لناس يعني حريم مش كويسين وكده. انت اللي طلبتي الطلاق يعني؟ ايوه، عشان انا مش قادره اتحمل بصراحه. رحتي عشتي عند اهلك؟ عشت عند اهلي بقالي سنه ونص ماشي، بس. انا واتطلقتي بقى متطلقه. رسمي من 4 شهور. متطلقه رسمي من 4 شهور بالظبط. وخدتي ولادك معاكي؟ ولادي معايا. بس هو من فتره صغيره كده خد مني ولد ومعايا ولد التاني، خد فهو منك لما خد الاولاد مني ليه؟ الولد الكبير، خدوا هو ليه بقى؟ خده مني، هو خده مني عشان الولد الكبير ده كان صعب قوي وكان معذبني، فانا اتفقت معاه يعني ان هو ياخده شد عليه شويه ويرجعه لي تاني. قال يعني لي اتفاق يعني؟ طيب من تمام. الاتفاق. فهو خده مني، وبعد ما خده مني قسى عليا بقى يعني ان امك سابتك ورمتك وكده وحاجات من دي يعني. فانا سؤالي معلش، ان انا دلوقتي جوزي ده بيبعت لي وعايز يرجعني تاني، وانا مش يعني انا مش نفسيتي مش قابله ان هو ان انا ارجعه يعني، بس الناس كلها عماله تقول عشان ولادك وكده وكلام من ده يعني. لا لا، سيبك من الكلام ده. فانا مش حابه، انا مش شايفه منه ان هو اتغير يعني. هو كان جاي له فلوس بتاعت ورثه من عند اهله، والفلوس ديت هو صرف منها مبلغ كبير جدا على الحريم وعلى الشرب والحاجات الوحشه شوفي شوفي اللي هي مش احسني، كويسه دي. انت اتطلقتي وطلقتي بقالك خلاص رسمي بقالك 4 شهور، ومش هينفع ترجعي له الا بعقد جديد. لكن هم احسني اللي الاختيار، بيقولوا لي. انت كانك دلوقتي واقفه على البر، ايوه فبتنقي تشوفي مين الدين اللي هعرف يعني اعيش معاه وهيساعدني بطاعة الله تعالى. احنا يا جماعة ده الطاعة، ده الدين رقم واحد، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فانت بتدوري دينه واخباره ايه، اخلاقه واخباره ايه، زي الفل خلاص الحمد لله اتغير هرجع. لا والله بقى زي الزفت، انا مش راجعاله خلاص، ده القرآن. الا تفعلوا هتقعدي تبكي وتندبي تاني وتقولي يا ريت اللي جرى مكان ان سيدنا النبي قال الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد ايه، وفساد كبير. كبير. طب عشان خاطر الاولاد، ما هو ابنه بيربيه وانت معاك الاولاد، ما عشان خاطر الاولاد ايه، ما مش عشان خاطر الاولاد اعيش في القهر واعيش في الذل. لا، انا عندي اولادي اربيهم انا بتربيه حسنه على طاعه الله وعلى الاستقامه، افضل ما يبقى مع راجل بيشرب وبيعمل كذا وبيعمل في الحرام فربيهم حرام. طبعا هي كأم يعني بين نارين، هي كزوجة مش مرتاحة معاه، وكأم خايفة على أولادها، خايفة على أولادها، يبقى تخليها ما تودهمش النار، تخليها تربي، هي اللي تربيهم بعيد عنه فتحسن إليهم. وكلمة بقى لكل الأزواج اللي هم بيعملوا الزوج الغلطات دايما أقول دي. كده الزوج الظالم ده الله عز وجل سيؤاخذه وسيعاقبه، ولا بد أن يعلم أنه راجع إلى ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسأله أحافظ ما وصاه ربنا تبارك وتعالى به أم ضيع ذلك. ده مهم جدا. القرآن لما ذكر حتى قضية الزواج ومن آياته، فالآية تدل على المعجزة الباهرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نعمل معهم إيه بقى، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ده القرآن الكريم اللي بيقول الكلام ده. سيدنا النبي في آخر وصية قبل ما ينتقل إلى الرفيق الأعلى ب82 يوم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بالنساء، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، خلي بالكم المرأة. ليه؟ أصل هيجي راجل ظالم ما عندوش دين ولا أخلاق ولا رحمة هيهين المرأة دي، فمين اللي هيقف لك بقى؟ إن لم يقف لك إنسان في الدنيا يقف لك الرب سبحانه وتبارك وتعالى اللي هو القاهر فوق عباده. ربنا يهدي كده ويعوضها هي ولادها خير.